أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: امرأة أسقطت ما يسمى بالحمل الكاذب، فهل ينطبق عليها حكم النفاس؟ كاذب؟ نعم. النفاس إذا ولدت جنينا مخططا فيه تخطيط إنسان وتشكيل أعضاء إنسان، فإنها تكون نفسا بعده إذا نزل عليها دم. أما إذا وضعت شيئا لم يظهر فيه تخطيط إنسان فهذا الدم نزيف وليس هو نفاسا، فتصلي ولا تترك الصلاة ولا الصيام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.